الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة المشاهدين، مشاهدي قناة الرياضية الكرام، أينما كنتم وأينما تواجدتم في أكادير في الزممرة داخل مملكتنا المغربية الغالية أو خارج أرض الوطن، أرحب بكم في هذا البث التلفزيوني المباشر من هنا من مدينة أكادير، وبالضبط من الملعب الكبير أين سيستقبل بعد لحظات نادي حسنية أكادير ضيفه النهضة أتلتيكا الزممرة. حكم الساحة السيد جلال جيد، يساعده كل من مصطفى أكركاد وعبد الغفور خيدر في هذه الأثناء. فرصة من جانب نادي النهضة أتلتيكا الزممرة، محاولة التدخل، دفاع نادي حسنية أكادير يبعد الكرة خارج الملعب من اللاعبين الذين تعاقدت معهم إدارة الفريق في الانتقالات الصيفية الماضية. سفيان، العرضية من سفيان حارس المرمى، ركنية لنادي حسنية أكادير. يتواصل الضغط من أي ثغرة قد يستغلها المنفذ التسديد. الكرة تصطدم بالقائم الأول لمرمى الحارس المهدي الجرباوي، كان قريبا من التسجيل، كان على وشك الحصول على الهدف الأول. نجح المنفذ في الوصول للفريق الذي حضر لهذا الموسم بشكل ممتاز بشكل احترافي، فريق النهضة أتلتيكا الزممرة الذي يقترب من التسجيل، يقترب من التسجيل وينجح في التسجيل. الهدف الأول في مقابلة اليوم، في مواجهة اليوم هنا في ملعب أكادير الكبير، ينجح النهضة أتلتيكا الزممرة في تسجيل الهدف الأول، تصبح النتيجة هدف مقابل شيء لفائدة ولمصلحة أبناء مدينة الزممرة. هنا فرصة، محاولة لنادي النهضة أتلتيكا الزممرة، هجوم مضاد، هل سيتمكنون؟ ينجحون في تسجيل الهدف الثاني، تصبح النتيجة هدفان اثنان مقابل شيء. هدف آخر يسجله نادي النهضة أتلتيكا الزممرة في هذه المقابلة الكروية بطريقة ممتازة، بطريقة رائعة. كان الانتقال من الوضعية الدفاعية للهجومية والوصول لمرمى الحارس المهدي الجرباوي. العودة من ياسين لحارس المرمى المهدي الجرباوي. وفي هذه الأثناء الحكم يعلن عن نهاية الشوط الأول بتقدم نادي النهضة أتلتيكا الزممرة. التونسي فادي سليم بن شوق الذي كان أمام المرمى في منطقة الجزاء كان قريبا من التسجيل. الحكم سيعطي انطلاقة أحداث الشوط الثاني في هذه الأثناء. وفي هذه اللحظات يبدأ الشوط الثاني، وستبدأ مرحلة البحث عن التسجيل من جانب كلا الفريقين، من جانب نادي حسنية أكادير وأيضا من جانب نادي النهضة أتلتيكا الزممرة. طارق، يمرر طارق العودة من جديد لسفيان لمودن. سفيان، التمرير، كرة في الرواق الأيسر دائما لنادي حسنية أكادير. العرضية، فرصة، كانت محاولة من عبد الله أبو خنفر، كرة خارج الملعب، التعليمات متواصلة. جونيور بيلي لكاتي كاتالوندي، ينجح كاتي، يتوغل كاتي، التمرير من كاتي، الهدف الأول، الهدف الأول لنادي حسنية أكادير. ينجح الفريق في تسجيل الهدف الأول وينجح في تقنيس النتيجة. فادي سليم بن شوق، تمريرة كانت ممتازة من كاتي كاتالوندي الذي يأتي بالحل الكونغولي الذي أشركه قبل قليل هذا المدرب عبد الهادي. أصبح نتيجة هدفا اثنان مقابل هدف واحد. جونيور مبيلي، العرضية من جونيور، التسديد،
الهدف الثاني هدف التعادل، هدف بطريقة جميلة، بطريقة رائعة، بطريقة ممتازة، تسديدة من مكان بعيد جدا عن مرمى نادي نهضة أتلتيكا زممرة. تسديدة لا تصد ولا ترد من ياسين الرامي المهدي الجرباوي وفي